في ملف تاني بس مش عايز اتكلم فيه في تفاصيل دلوقتي، هسيبه الحلقات جايه. ولكن ملف ممكن بينذر بكارثه مع انطلاقه الدوري العام. ناس تقول لي اي ملف؟ ملف ايه؟ ملف التحكيم. ازاي؟ انتوا عارفين ان اليومين دول المفروض لجنه الحكام المؤقته اللي بتدير ملف التحكيم في اتحاد الكوره لغايه لما يجي مجلس منتخب في اتحاد الكوره ويشكل لجنه جديده، واتمنى يكون رئيس اللجنه اجنبي واعضاء اللجنه معاه اجانب، وده كلام هيجي في ايام جايه باذن الله لما يكون معانا ضيوف هنتكلم في تفاصيل مهمه في الموضوعات دي فيما يتعلق بالملف التحكيمي. النهارده انت بتعمل معسكر للموسم الجديد، هل يعقل انك بتعمل معسكر للموسم الجديد تجيب فيه حكام رسبوا في الاختبار البدني بحجه ان هم عندهم رخصه الفار عشان هيشتغلوا فار في بدايه الموسم؟ ده مش منطقي ابدا. انت الحكم اللي عندك اللي ما بيتمش اجتياز الاختبار البدني خاصه لما يكون حكم صغير في السن لازم يبقى في قرار اداري بمعاقبته. ايه هو العقاب؟ وده اللي حصل الموسم اللي فات، انك بتمنعه من المشاركه في الدوري حتى لو حكم فار لغايه لما يجتاز الاختبار البدني. صحيح الاختبار البدني حاجه وحكم الفار حاجه تانية، دي لها قواعد ودي لها قواعد. مش معنى ان انت ما اجتازتش يعني لم تجتاز الاختبار البدني اللي انت ما تحكمش فار، لا حكم فار. بس لما يبقى حكم صغير في السن لم يجتاز الاختبار البدني الف ب قرار اداري من اللجنه ما يحكمش في الدوري حتى في الفار لغايه لما يجتاز الاختبار البدني، وده اللي عمله بيريرا السنه اللي فاتت. لكن السنه دي الاقي حكام دخلوا المعسكر في الاستعداد للموسم الجديد وهم لم يجتازوا الاختبار البدني بحجه ان عينهم في غرفه الفار، احنا بنشتغل شغل بروفيشنال، مش بنعمل جمعيات وبنساعد الناس واحنا مش في شؤون اجتماعيه، احنا لازم نشتغل شغل بروفيشنال. المواءمات والمصالح والعلاقات الشخصيه دي بره، لكن لما بتيجي تشتغل في ملف بشكل احترافي لازم تحط قواعد. انا مش عايز اقول اسماء الحكام عشان ما يبقاش احراج ليهم واحراج للجنه، بس احنا عينينا هتبقى موجوده على كل تفصيله بتحصل في ملف التحكيم السنه دي، وهننتظر ونشوف رئيس لجنه اجنبي لاداره ملف التحكيم الفتره اللي جايه. ناس كتيره بتقول لي ما هو الكلام الكتير على التحكيم ما بيجيبش فايده. لا، جاب فايده. في ماتش الفاينل بين الاهلي والزمالك لولا اللي احنا اتكلمنا على فكره عدم احقيه الحكام في الظهور الاعلامي اثناء منافسات البطوله طبقا لتعليمات الفيفا ما كانش محمود عاشور اتغير من حكم الفار للايفار. محمود عاشور كان حكم فار في ماتش الاهلي والزمالك. ليه اتغير؟ لان احنا اتكلمنا وقلنا اللي حصل في الظهور الاعلامي ده غلط، وحطوا محمد معروف حكم فار، بس اللي اشتغل في الغرفه كان محمود عاشور، بس ما حطوش محمود عاشور في وش المدفع لان هم غلطوا بظهوره في البرامج. لكن الكلمه اللي بتتقال في ملف التحكيم بتبقى مؤثره، عشان كده احنا كل كلمه وكل حرف وكل صوره وكل خبر هنركز عليه ونبروزه من خلال برنامج الترند. ده جرس انذار للجنه، ابعد عن المصالح الشخصيه، ابعد عن المؤامات، ابدا اشتغل بروفيشنال. والحكم اللي ما بيجتازش الاختبار البدني ما تكافئوش وتحطه في غرفه الفار، امنعه من الدوري لغايه لما يجتاز الاختبار البدني. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما في حكام تانيه معاه رخصه الفار، ليه ما دخلتش المعسكر؟ ولا عشان مش ابن فلان وقريب فلان وصاحب فلان؟ دي بدايه غير موفقه.